هذا الرجل حولته جرعة هيروين زائدة إلى مليونير وصاحب واحدة من أشهر شركات العصائر في الولايات المتحدة الأمريكية. خليل رفعتي شاب من أصول عربية، ولد في أمريكا وعاش فترة طفولته في معاناة نتيجة تعرضه للاعتداء الجنسي، الأمر الذي أدى إلى تركه للمدرسة حتى يتوارى عن أعين الناس. وعندما وصل إلى مرحلة الشباب قرر الهروب من ذكرياته إلى لوس أنجلوس رغبة منه في أن يصبح نجما في عالم التمثيل، ولكن سرعان ما تحول حلمه إلى سراب وفقد الأمل تجاه كل شيء. ووسط خيباته المتكررة وأحلامه الضائعة وقع خليل في شباك المخدرات وأقبل على تناولها بشراهة حتى تشرد في الشوارع ومرض جسده. ومع الوقت انضم إلى عصابات السرقة وتم اعتقاله كثيرا بتهم مختلفة، ولم يجد أمامه وقتها سوى الانتحار ليتخلص من جحيم حياته. وبالفعل حاول خليل الانتحار بتناول جرعات الهيروين الزائدة مرارا وتكرارا، وفي المرة التاسعة من محاولاته اليائسة كان قريبا جدا من الموت. وفي تلك اللحظة تمنى بكل صدق أن يأخذ فرصة أخرى للحياة ليبدأ حياة جديدة ويصنع مستقبلا أفضل. ومن حسن حظه شعر بغيبوبته أحد رفاقه ونقله إلى المستشفى على الفور، وهناك تم إنقاذه وظل تحت الأجهزة لفترة من الوقت. وبعد خروجه أدرك خليل نعمة الحياة وعزم على التخلص من الإدمان، فاتجه إلى مركز متخصص لعلاجه وإعادة تأهيله. وأثناء تلك الفترة عمل أكثر من مهنة في نفس الوقت، وتشجيعا له علمه صديقه صناعة العصائر الصحية ليجني منها المال القليل. وبعد أن أتقن خليل إعداد العصائر وأضاف لها خلطاته الخاصة قدمها إلى زملائه في المركز لمساعدتهم على استرداد صحتهم، وتفاجأ وقتها من رد الفعل الإيجابي واشتهرت عصائره داخل المركز وخارجه. وبعد فترة من العمل الدؤوب أسس خليل شركته باسم Sun Life Organics، وسرعان ما حقق نجاحات باهرة وانتشرت فروعه في أنحاء أمريكا، ووصل حجم مبيعاته سنويا إلى أكثر من 6 ملايين دولار. وبعد مسيرة حافلة بالإخفاقات والنجاحات أصدر خليل كتابا يحمل سيرته الذاتية تحت عنوان نسيت أن أموت، وأصبح يتنقل بين الدول المختلفة كخطيب مؤثر لتحفيز الجماهير عبر قصته. شاركنا برأيك، هل تؤمن بأننا في أحيان كثيرة لا نشعر بالنعم إلا بعد أن نفقدها؟